ورحمة الله وبركاته، تحياتي. طبعا نشوف واحد شيء جديد إن شاء الله في إي باي. ندخلوا موقع إي باي، ندخلوا الموقع ديال إي باي، نبحثوا مثلا، درتيغوف فوزي بحال هكا، نمشيو نبحثوا إن شاء الله، نديرو ستيشن، ندير السينك بحتو بحال هكا. شوفو الثمن ديال هادي، هادي تتعمل 400 أورو، كيكو على بحال هكا، كيكو على باش تتحملنا باج اخرى. هادي 10 بيرسون اللي سوي بغيني 24 ساعة. هذا هو البلاي. هنا تيعمل 400 أورو. طرق الدفع نعرفوها، باي بال، جوجل باي، فيزا، ماستر كارد، امريكا اكسبريس. هذو هما الطرق اللي تي تعملوا. هنا نشوفوا لو بغينا نغيف تعالوا بغينا نرجعوا المنتج، ندخلوا على افيشي ديتاي، هنا ديتاي بيمو الى اخره. هنا نقوموا بهذه العمليه، هنا تنشوفوا الصور، هذو هما الصور اللي محطوطه، يعني بلاي بجوج ديال المرات ديالو. هذا هو الصور، هنا تنلقاو، هنا كاينين محتوى اخرين، حنا نشوفو واش حاط هنا الديسكريبسيون، نهبطو لتحت. انا ماشي بحال شكل ديال عليك سبرايس ولا اخره، انا ما حاطش الديسكريبسيون، نمشيو نشوفو شي واحد اخر، نمشيو نشوفو هذا بلاي ستيشن سيك ديس انون تو مانيج جو لوك اكسسوار. يعني هذا معاه حتى الاكسسوار، مع الاكسسوار الى اخره، مع حتى اللعب، هما اللعب اللي معاه. تيعمل 700 اورو، ليفغيزو 21 اورو فاصلة 49، طرق دفع باي بال، جوجل باي، فيزا، ماستر كارد، امريكا اكسبريس. يعني هنا على الكونديسيو الى اخره، الروتور، هنا تشوفوا الطرق الدفع الى اخره. نمشيو نشوفوا شي واحد اللي يكون رخيص شويه، ديروا هذا، ديروا 400، هذا يكون قرا سليم، لا ماشي سليم، سوري. بلاي ستيشن سيك باس 4 بلوك دايت اديسيون، في 28 جيجا كونسول دو جو، بلان دو كونسول، هنا افيشي دوريجين سوري الى اخره. تعمل 449 اورو. هنا طرق الدفع باي بال، جوجل باي، فيزا، ماستر كارد. هنا ليفريزو 69 اورو فاصلة 99. نشوفو شي واحد اخر، شوفو هذا، نشوفو هو يكون هو الاخر ان شاء الله. هذا تيعمل 329 اورو فاصلة، هذا بالباوند، يعني هذا على حساب لونجلوتير. هذا هما الصور، هذا هو اللي طلع في شكل اخرين. طرق الدفع تنعرفوهم، ليفريزو، وهذا غيكون هذا ليفريزو بوتيت خدو معاهم الى اخره الديتاي. المهم الان شفنا كيفاش تنقلب على بلاي ستيشن 5. مع السلامة في حلقة قادمة. تحياتي تحياتي للجميع.